شاب يريد الزواج ويريد الحج، فأيهما يقدم؟ إن كان عنده مال يتسع للزواج والحج فإنه يفعل الزواج أو يفعل الحج مخير. أما إن كان ما عنده مال إلا يكفي إما للزواج وإما للحج فهذا ينظر، إن كان يخاف على نفسه إذا لم يتزوج يخاف على نفسه من الزنا يجب عليه أن يتزوج ويقدم الزواج على الحج. أما إن كان لا يخاف على نفسه فيقدم الحج على الزواج.